حالك؟ اخبارك؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير يا عمو. كم ولد عندك انت؟ عند الله يخلي لك سمير وصهيب ومحمد وامير. عند اربعة. شو بتشتغل؟ والله قاعد ولا شيء. والله ما بشتغل، يعني انا بني ادم الله اللي بيعلم برضع. انا اكل مش قادر اعمل طلبات اولادي. يعني من قيمه امبارح اول امبارح اولادي في الليل بيقولوا يابا احنا من كتر اكل الدقه والفلافل خلوني ابكي، مش قادر اجيب لهم طلباتهم. يعني لا عندي غاز ولا عندي ثلاجه ولا عندي غساله، ما عنديش يعني زي باقي الناس، ما عنديش اي شيء. يعني ابني ما بروح على المدرسه بده مصروف زي باقي الاولاد. يعني ابني عندك اسمع بتمه بقول لي يابا بقعد عيط، اقعد على الارض بقعد عيط لما اشوف اولاد صفي قاعدين بياكلوا سندوتشات بدهم عصير. مش قادر أنفذ طلبات أولادي، يعني مش قادر أحملهم اللي بدهم إياه، مش قادر زي حس حالي مشلول، حس حالي مش عارف أنفذ طلبات أولادي. نفسي بأي مشروع، نفسي بأي إشي أشتغل وأجيب لأولادي أكلهم وشرب. قسماً بالله العظيم يا أولادي بقول نفسنا بالفواكه، نفسنا بالأكل، نفسنا بالطبيخ، ما أنا قادر أجيب لهم إياه. والله ما أنا قادر وعلى كلمة الأدب. قولوا يا رب بروح عند هذا عندار عمهم عندار أخير، بروح بحضر على التلفزيون وبيجي بقولوا يا بتكي تجيب لنا تلفزيون. أقولوا يا بس بدي أقل أكل قبل التلفزيون. نفسنا طبايخ، نفسنا قولوا يا بطب كيف؟ تعال طبايخ طبايخ أنا أجيب. نفسنا تلفزيون، نفسنا طبايخ، نفسنا تلفزيون، نفسنا تلاجة، إشي زي خلقنا وكل نفس زي الأولاد، نفس بسكريت، نفس إشي زي الأولاد أعمل ألعب كله فلافل وفلفل. لما راح المدرسة متى آخر مرة أكلت لحمة؟ شو يعني لحمة؟ إيه؟ شو يعني لحمة؟